الجميع. بروف اند ريسنج ايها المتابعون الكرام، انطلق الشوط الثالث من هذه الامسيه للخيل المهجنه الاصيله اللوكال ثير بريد الانتاج المحلي على الاراضي الرمليه. انطلاقه لجري جوكي مع مربط العز شيخه على المركز الاول، مع راشد الصعاق ياتينا في المركز الثاني، السكب مع مزون، انطلاقه توماس لوكاس على المركز الثاني، الصعاق ياتينا المركز الثالث. ايها المتابعون الكرام، ثالثا شعار الصعاق بالمركز مارون كاب، تنطلق دلال بروك بمعية متعب الصعاق على المركز الثالث من النير سايد الآن، صبحية إبراهيم على المركز الرابع، نضاف الأرضي بالبلو جوكي، دوحة على المركز الخامس، المركز السادس تواجد في المركز السادس لحويلة في هذه الآونة. أيها المتابعون الكرام، الانطلاق لا يزال للسكب الصعاق عند السكند أندر ذا بريشر، المارون جوكي اللي هو متعب الصعاق مع دلال بروك، الصدارة للسكب لجرين أند وايت جوكي ان فرنت، المنافسات قائمة حتى الآن، الخمسين متر النهاية للسكب. برافو محمد بن حمد العطية، وحمد بن محمد العطية السكب يخطف الشوط الثالث. النتيجة النهائية أيها المتابعون الكرام، المركز الأول جواد رقم 6 مزون، المركز الثاني ذهب لصالح الجواد رقم 2 هورس نمبر 2 دلال البروك، المركز الثالث هورس نمبر 7، المركز الثالث جواد رقم 7 اللي هو هي رصاصة، المركز الرابع ذهب للجواد رقم 1 الهندي، أما المركز الخامس ذهب لصالح الجواد رقم 10 اللي هي دوحة. شكراً.